السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غنقدموا حقيقة الحسد بالنسبة للأرانب وكيفاش نتغلبوا عليه. أول حاجة يمكن التحدث عليها في هذا الموضوع هو أن الحسد موجود داخل الإنسان وهو مذكور في القرآن الكريم. كيفاش غادي نتغلبوا عليه وكيفاش نحسنوا الأرانب ديالو الأرانب ديالنا منه؟ هذا هو موضوع ديال هذا النهار. إذا كل مربي حقيقة يجب أنه يتوكل على الله أولا، وأن يخصو يشتغل مزيان على الأرانب ديالو بحيث أنه يعطيهم كل وقته من ناحية التنظيف والمراقبة والتحصين من الأمراض إلى آخره من الأعمال في تربية الأرانب. لكن ما يجب فهمه هو أن الأرانب هي جد حساسة، وهي تتعود على الناس، كتعود عليكم بزاف وكتخاف من الغريب. هذه راه يعني كتجيكم شويه فشي شكل، ولكن راه هي في الحقيقه كتحس بالواحد وكتخاف من شي واحد يعني ما عمره ما تلاقى معاه. فممكن ان يعني ان تصاب بالحسد وكتبقى تموت واحد تلو الاخر بمجرد النظر اليهم من طرف الغريب. فماذا في الحقيقة ماذا يحدث بالضبط؟ كيف اسمه كيحدث؟ الذي يحدث أن هناك نقطتان في الحقيقة. الأولى هي أن شكل الأرانب وخصوصا اللي كيكونوا صغار كيكون الشكل ديالهم يعني جميل، وكيكونوا يعني بويض ولا عندهم واحد نقولوا واحد الفرو زوين، يعني لان الانسان كي نقولوا كيحسدهم على دوك الزين ديالهم. وكاين نوع اخر ديال الحسد، وهو الحسد من طرف الشخص الذي اللي كيشوفهم وما يعني وكي كيكون حاسد داخليا، خصوصا ان اذا يعني كان في الجو البارد مثلا يكونوا الخلفات بزاف، كتكون الرواج في تربيه الارانب، وكتكون كثره الخلفات كيبدا هو كيحسد واحد الحسد بلا ما كيشعر، كيقول بلي انت راه عندك بزاف ديال الارانب وهذوك، وهو في الحقيقه كيشتغل في صمت. هذاك الحسد ديالو كيشتغل في صمت الى ان ينفجر، يعني بمجرد خروج هذا الشخص من المنزل ديالك. فمجرد الخروج ديالو كيبقاو يموتوا الارانب الله يحفظهم. اما الحل هو انك يجب ان تقول للشخص الذي يدخل عندك ولو من باب الدعابه، يعني تقول له غير بالضحك مثلا، تقول له يقول قدامك بصوت واضح مثلا لا حول ولا قوه الا بالله، تقول له يقول ما شاء الله، قول له قولها اللهم زد وبارك. يعني هذه الكلمات هادو من الاحسن هو يبقى يقولها قدامك، يعني انت تسمعها باللي راه قالها قدامك. وبعد ما يخرج من عندك هذاك الشخص مباشره، حاول مثلا تقرا شويه ديال القران، قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. تقدر تقول اللهم وسع لي في رزقي واحفظني من عين الحسود. هذه غير كلمات ممكن انك تقولها، وإلا بغيت تعاودوا الفيديو وتحفظوا هذه الكلمات راه مزيانين. إذا وإن كان هذا الشخص لا ينوي أن يحسدك، يجب تحصين نفسك من الحسد. أما إذا كان ينوي، يعني هو ناوي هنيشان كينوي ذلك، وكان فاقد للشيء اللي أنت كتملكه، يعني هو ما عندوش هذوك الحوايج وحسدك نيشان مباشرة، فيجب تحصين كذلك. ومن الاحسن ان في الحقيقه من الاحسن ما تدخلوش عليكم شي 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 واحد براني، يعني وخليوا هذوك الشمعه انا كنسميها شمعه ديال الارانب، خليها تبقى موقده، وانه تبقى الارانب ديالك من الاحسن يبقاو متحصنين داخليا، سمو هي داخليا، وهي انه ما يشوفهمش شي واحد، خلي ديك الشميعه شاعله ما تطفيهاش. هادو هاد الارانب عباره عن شميعات، انتم حاولوا انكم واخا تكونوا باغيين تبيعوا شي واحد، حاولوا انكم تخرجوا هذاك الارنب وديروه في واحد السويك وتعطيوه له، تقول له ها هو، ويشوفوا مثلا غير من الصاك
ماشي تجبدوه قدام الناس ويبقاو يشوفوه الناس، راها مشكله ومشكله كبيره. اما الا مشيت تطلعتوا هذاك الشخص اللي باغي يشري تطلعوه لعندكم، راه مشكله مشكله ومشكله كبر. يعني حاولوا انكم تحتاطوا من هذه النقطه، راها مشكله كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس، وخا كيكونوا محصنين ضد الارانب ديالهم ضد جميع الامراض، كتوقع واحد الفتره انهم كيوقعوا في هذا المشكل ديال ان واخا ما كاين حتى مرض كيجيهم انهم كيطيحوا واحد تلو الاخر، يعني كيبقاو يطيحوا بحال نقولوا بحال ضربتيهم بشي مرض الله يسر، وبقاو كيموتوا. كاين المزرعه كامله اللي مشات الله يسر بواحد الشوفه من واحد الشخص. هذا الشيء راه وقع. انا كنحاول انني نوصل لكم، حاولوا انكم تفهموا سمويه كلمه الحسد بالنسبه للارانب ديالكم. هي راه في الحقيقه كتكون غيره في الاول، وكتتبلور الى حسد، ومن بعد كتولي كتنفجر كما قلت لكم، وكتولي يعني واحد شي حاجه اللي في تربيه الارانب ما مفهوماش. انتما مادام ما فاهمينهاش، ما عارفينش الارانب ديالكم كيفاش الله يستر غادي يضربوا، حاولوا انكم هذه الفكره. كأي مربي كيكون نجح له المشروع كيفرح، كيولي كيبغي يوريو للناس، كيهضر على الارانب ديالو، كيمشي عند الناس يبقى يفرح معاهم، وهذيك الفرحه ممكن انها تخسرك كل شيء. حاولوا انكم تخليو الشمعه موقده، حاولوا انكم ما تطفيوهاش، لان الارانب هادو كيتاثروا بزاف بهذا الموضوع هذا. الحلقه ديالنا راه سالات، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.